للمزيد من النقاش تنضم إلينا على الهواء كاترين جابر، الباحثة في العلوم السياسية بجامعة السوربون. إذن أستاذة كاترين، هناك العديد من الملفات أو القطاعات اللي بالتأكيد في تعاون مباشر بين مصر وفرنسا فيها. نتكلم عن المجال العسكري، الأمني، السياسي، الاقتصادي والثقافي أيضا. ما هي أبرز الملفات اللي بتفرض نفسها في الوقت الحالي في مجال التعاون بين البلدين؟ تحياتي لك وللمشاهدين. طبعا هناك يعني كما ذكرت هي ملفات عدة، طبعا يعني أهمها الآن وما يغلب على هذه الزيارة طبعا هو القضايا الإقليمية أو القضايا الدولية. طبعا كما نرى بأن هناك وفاق مصري فرنسي في العديد من الملفات، على رأسها الملف الليبي، ثانيا في ملف غاز شرق المتوسط، ملف السلام في الشرق الأوسط، وملفات عدة. وبالتالي بطبيعة الحال هي قضايا استراتيجية بالدرجة الأولى قبل أن تكون اقتصادية أو أمنية أو غيرها. هو هناك وفاق كبير في وجهات النظر مصرية فرنسية. طبعا الملفات الاقتصادية هناك توافق، يعني هو منذ القدم هناك وفاق فرنسي مصري من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الثقافية. طبعا ازداد، يعني وصل العام الماضي إلى أعلى معدل له من الشراكات الاقتصادية، وصلت إلى 3 مليار، وهو معدل تاريخي منذ اندلاع ثورة يناير 2011. وبالتالي هناك طفرة، يعني قفزت فرنسا إلى المستوى، يعني بعدما كانت في المستوى الثلاثينات قفزت إلى المستوى العاشر كمستثمر أجنبي في مصر. وبالتالي هناك بالفعل تطورات شهدتها يعني العام الماضي أو في الفترة، يعني في حقبة الرئيسين، الرئيس السيسي والرئيس ماكرون. طبعا الأحداث والتطورات التي تحدث في فرنسا من مشاكل التطرف ومشاكل الإرهاب، هناك تعويل، يبدو أن هناك تعويل مصري فرنسي عفوا كبير جدا على تعاون مصري، سواء من المؤسسات الدينية أو المؤسسات الرسمية، للتعاون في مواجهة التطرف والإرهاب فكريا قبل مواجهته. طبعا بطبيعة الحال هناك شراكات أو هناك تبادل للمعلومات وغيرها من الناحية الأمنية. ولكن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي جون ييف لودريون إلى القاهرة تعكس بأنه بالفعل هناك تعويل على مصر كدولة عربية وإسلامية في هذا الصدد. طيب هناك أيضا ملفات أخرى، بعض المحللين بيعتقدوا أنه فرنسا بتعول على مصر فيها. حضرتك تحدثت عن محاربة التطرف والفكر المتطرف، طبعا البعض تحدث عن الجانب الاقتصادي بشكل كبير، بما أنه الشركات الفرنسية العاملة في مصر هي شركات متعددة وبها الكثير من العمالة المصرية، وربما هناك علاقات تجارية واستثمارية بين البلدين غير مسبوقة. إلى أي درجة بيتم هذا الاعتماد؟ طبعا هو اعتماد كبير، وهي مشاريع يعني كبرى او مشاريع، يعني اذا صح تعبيرها، مشاريع جوهريه واستراتيجيه بالنسبه للبلدين. يعني اولا قناه السويس الجديده كمشروع ضخم مؤخر، يعني تم انشاؤه مؤخرا، هو مهم، يهم جدا البلدين، يهم مصر ويهم فرنسا بشكل كبير. موقع مصر طبعا في هذا السياق هو يلعب دور كبير. طبعا مترو الانفاق بطبيعه الحال، يعني يمكن ان نقول بأنه يسرع يعني يساعدنا على كسب الوقت، يساعدنا على الوصول للعمل بشكل أساسي. إذن البنية التحتية إذا صح التعبير ومساهمة فرنسية في تطوير البنية التحتية المصرية، هو من شأنه أيضا أن يقفز بالاقتصاد ويسهل تنفيذ المشروعات والتطور يعني بشكل مستدام. وبالتالي طبعا كما نرى بأنه الشراكة في هذا الصدد اقتصاديا، خصوصا في مشاريع جوهرية ومشاريع بنية تحتية، هي ليست فقط
الوقت، يعني كما نذكر بأن فرنسا هي متطورة مثلا في صناعات التجميل، في صناعات العطور وغيرها، ولكن نرى أن ما يغلب في الشراكة ما بين مصر وفرنسا هي بطبيعة الحال مشاريع كبرى، مشاريع ضخمة يتتوقف عليها باقي المشروعات، أيضا التعاون في يعني في مجالات طبعا أخرى كما الحبوب، كما الزراعة، المساهمة أيضا في المشروع الذي ذكرتموه المشروع الأخضر هو أيضا أمر أساسي، ويتوقف يعني ويقف إلى حد كبير على علاقات استراتيجية بين البلدين. طيب كيف من الممكن أن تستفيد فرنسا أيضا من التجربة المصرية سواء في مكافحة فيروس كورونا أو في مكافحة التطرف أو حتى في التعامل مع الملفات الإقليمية؟ يعني نوعية الصداقة المصرية مع دول الجوار طبعا ما يساعدها من علاقة طبعا المسؤولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلا مع شخصيات مؤثرة في الملف الليبي، في الخليج، في الشرق، العلاقات المصرية العراقية مثلا الآن مع الأردن، مع غيرها من الدول في المنطقة، هو من شأنه أن يلعب دور هام جدا في يعني يمكن لمصر أن تلعب دور الوسيط في ملفات عدة أو دور فعال في هذا السياق في التنسيق ما بين مثلا الدول الشرقية والدول الغربية في هذا فيما يخص الملفات الإقليمية. طبعا فيما يخص التطرف، نعم، لأن بأن هناك معادلة أو هناك إذا صح التعبير جرأة مصر